كنسل الأزمنة. تمام. الأزمنة دي أساس الجرامر في الإنجليزي. الأزمنة دي ليها 3 أسبكتس، يعني 3 مظاهر. تمام. اللي هو دي ندي الجرامر كله في كبسولة. دي في الأزمنة دي البريزنت، البريزنت ودي الباست، دي الماضي، دي الفيوتشر. يبقى له ايه؟ 3 اسبكتس، 3 مظاهر الأزمنة: مضارع، ماضي، مستقبل. كل واحدة من دول ليها 4 أزمنة أو 4 حالات: مضارع بسيط، مستمر، تام مستمر، ماضي بسيط، مستمر، تام مستمر، مستقبل بسيط، مستمر، تام مستمر. تمام. بس دي كده 3 × 4 = 12. دول ال 12 زمن في الانجليزي كلهم. تمام. هم متقسمين على ليه؟ على المضارع والماضي والمستقبل. كل واحد فيهم له 4، هم نفس الأربعة: بسيط ومستمر وتم مستمر. تمام. يعني تلاقي الأزمنة تايهة وكتير ولا مش كتير ولا إيه ولا إيه، هم بيتوزعوا على الثلاثة دول، وكل واحد فيهم بسيط ومستمر وتم مستمر. تمام. خدنا التام، احنا خدنا التام. ماشي. التام هو ده خط الزمن، هو ده. لو قلنا الزمن التام، قلنا حدث تام يعني تم قبل حاجة تانية. لما نقول قلنا بقى لما مضارع تام يبقى إيه؟ يبقى تم إمتى؟ يبقى تم قبل فعل مضارع؟ قبل المضارع، قبل الآن. قبل الآن. قبل الآن. ماشي. زي ما احنا قلنا مستر صدق has just gone out، لسه خارج دلوقتي، قبل يعني لسه تون، معناها قبل الآن. فتم مؤخرا، خارج قبل الآن. حلوة بقى الحتة دي. الحته دي بقى ايه من الدبع. طب ازاي يسمى مضارع؟ ازاي يسمى مضارع هو ماضي؟ صحيح. طب المضارع التام كمان بيقول لك مثلا ايه حدث؟ ايوه. هو ما اقول لك بقى فكرته اهو. المضارع التام ماشي هو ماضي متطعم بالمضارع، او مضارع متطعم بس هو ماضي بالاساس. المضارع التام من ازمنه الماضي، هو ماضي متطعم بالمضارع، يعني من ضمن استخداماته ايه؟ اللي هو فعل حصل في الماضي واثره ما زال موجود. يعني مثلا انت بتروح تشوف الكعبه، تقول الكعبه it is very huge and beautiful. بروفيت ابراهيم، النبي ابراهيم هاز بيلت كعبه، بنى الكعبه. يبقى لما تتكلم على الاثر اللي موجود، ها؟ وتتكلم على الفعل اللي حصل قبله، يبقى تجيبه في المضارع التام. ازاي؟ انت دلوقتي خارج الموتوسيكل بتاعك او العجله بتاعتك وانت جاي بتصلحها وايدك متوسخه، بقول لك ايه؟ تقول لي اي هاف مينتد ماي بايك. انا ايدك متسخه، يبقى يور هاندز ار ديرتي. اي هاف مينتد ماي بايك. انا ايه؟ انا صلحت ايه؟ او فيكسد ماي بايك، صلحت عجلتي. انت بتتكلم صلحت، الاثر موجود اهو. يبقى انت لما تيجي تقول الفعل اللي اتبنى عليه الاثر ده، تقول ايه؟ تجيبه في المضارع التام، ما تجيبوش في الماضي، طالما الاثر موجود ولسه موجود وانت بتوصفه. طب ما ممكن انت مثلا من امبارح انا صلحته وما غسلتش ايدي مثلا، الاثر طالما هتتكلم على الاثر على ايدي. ايوه. طالما انا بسالك على الاثر. ايوه. حتى لو مش فتره، ما احنا قلنا سيدنا ابراهيم ده بنى الكعبه من كام؟ انا عملت مش لسه معايا لسه بشرب فيها الاصل، صح؟ يبقى I have met thee. لو انت بتتكلم عن الاعداد دلوقتي in this couple. ايوه. انما انا عملت وشربت وخلصت ومفضيت، يبقى I met thee. لو انت هتتكلم، طب لو انت هتتكلم what is this مثلا liquid، ايه السائل ده؟ السائل دي جاي نتيجه ايه؟ فهو اثر. هتتكلم انت نفسك فعل الشاي، انت لوحدك كده تقول ايه؟ اي ميتي مثلا 2 مينتس اجو، من دقيقتين فاتوا او 10 مينتس اجو، خلاص. طب انت هتذكر انت عملت شاي من سنه والاثر بتاعه موجود هنا، فبقول ايه؟ وات از ذيس ليكويد، ايه ده؟ ما تقولش اي ميتي، لان انا بسال على اثره. فانت تقول اي هاف ميتي،
هتحطها مضارع تام. ليه؟ لان مضارع تام بيعبر الشيء حصل في الماضي واثره أثر واضح في الحاضر. فانت الاثر هو اللي بيخليك ان انت ايه تجيب المضارع التام، واخد بالك؟ انما لو انت لوحدك كده لو انت لوحدك من غير حاجه ما اتكلمتش عن الاثر الموجود خلاص، يبقى اي ميت دي 2 اورز اجو من ساعتين فاتت. طب انت عملته من 10 سنين، من 10 سنين قلت اي ميت دي 10 ييرز اجو، اي ترافلد ابرود 10 ييرز اجو. انما لو اتكلمت على اثر موجود او اي حاجه موجوده لازم تحطها مضارع تام. زي ما نقول الكعبه اهو، الكعبه وات از ذس بيلدينج، وات از كعبه، ات از فيري هيوج اند بيوتيفول، بروفيت ابراهيم هاز بيلت ذس كعبه. يبقى انت بتتكلم على ايه؟ ثانيه قدامك، حاجه قدامك وانت بتتكلم على الاثر. اما الحاجه مش موجوده قدام الكعبه ولا ايوه بتتكلم على فعل عادي. ايوه بروفيت ابراهيم بيلت كعبه. طب ما الكعبه موجوده بقى خلاص، ما الكعبه كده كده موجوده. انت اتكلمت عليها، اتكلمت على الاثر. انا سالتك الكعبه دي ايه، يعني شو اقول لك على الكعبه دي مثلا، او هي موجوده او اثرها واضح قدامك، صورتها في ده بيتكلم عليها مثلا. لازم انت تديني في الجمله، تديني في الجمله حاجه بتدل انت بتتكلم على الاثر اللي موجود ده. الاثر يكون مرتبط بفيه، يعني مثلا زي المطر مثلا، انت خرجت ولقيت مطر وتم في الشارع، تمام ماشي، فانت بتقول ايه وات هابند، اقول لك ايه، اقول لك this mud because of rain it has rained for 2 hours. الجو مطر لمده ساعتين واحنا بنتكلم عن الاثر الموجود، ماشي. طب انا ما شفتش اثر وبتاع، ومقابلك في الايه، مقابلك في الشارع وما فيش اثر وبتاع، في حاجه حصلت امبارح، اقول لك it rained yesterday، مطرت امبارح. يبقى هو الاثر هو اللي بيجبرك لما تيجي تتكلم عليه وتذكره في الجمله. تجيبها في بالك، تمام كده ماشي. فهو بقى هو بقى من ازمنه، من ازمنه الماضي، من ازمنه مطعم بالمضارع بقى. شفت ليه بقى؟ طب هنقول الثاني يعتبر مضارع بس هو ماضي. ماضي مش احنا عندنا في العربي واحنا نقول ماضي وخلاص. هو بقى قال لك لا لا ماضي. طب احنا نعمل ايه؟ نحل الاشكاليه دي ازاي؟ خلاص يا جماعه نقول ان هو مضارع لكنه تم خلص. فهمت بقى جاي منين؟ يبقى هو مضارع عشان كده اسمه مضارع وتم، لانه تم وخلاص وانتهى، تم قبل الان، تمام، تم قبل المضارع، تم قبل اللحظه الحاليه، بس هو من ازمنه الماضي فيعتبر ماضي مطعم بالمضارع. تعال بقى اللي احنا بنقول عليها بتاع الاثر دي، ما هو برضه ماضي مطعم بالمضارع، لان انا بتكلم عن الاثر وبذكر الفعل فين؟ في الماضي. يبقى بروفيت ابراهيم هاز بيلت كعبه، ات از فيري هيوج، ده المبنى جميل والمبنى كذا وكذا وكذا وكذا، فبتكلم على اثره في المضارع، يبقى ماضي مطعم بالمضارع. يعتبر برضه كده هو ايه؟ مضارع ولكنه ايه؟ ولكنه تم خلص، فعشان كده اسمه مضارع تام. مضارع تام. الله يفتح عليك. تمام كده؟ تمام. عندي بقى اللي هو اللي هو الماضي، الماضي التام، الماضي التام، حدثين حصلوا في الماضي. تمام. زي ما احنا قلنا وينت تو سكول، وين هاد ايتن بريكفاست، ان انا تناولت الفطار، يبقى ده ماضي، يبقى ده اسمه برضه ماضي، ماضي تام، لانه تم قبل ايه؟ قبل فعل تاني اللي هو في الماضي، قبل الذهاب. خلاص؟ يبقى قول افطر اي هاد ايتن ماي بريكفاست اي وينت تو سكول، رحت المدرسه، يبقى ده ماضي تام وده ماضي ايه؟ ماضي بسيط. انت بقى عايز الماضي التام المستمر. مستمر. كل اللي فيها ان انت هو نفس القاعده دي، نفس الموضوع التام، ان حدث تم قبل ليه؟ قبل حدث تم في الماضي ولكن استمر الفتره. فانت هتصيغ نفس الجمله بس هتديني حاجه بتدل على استمرار. تقول مثلا ايه؟ افطر اي هاد بين، ده بقى المضارع التام، الماضي التام مستمر. بين ستادينج، ستادينج بعد ما ايه؟ بعد ما انا قعدت اذاكر. كانت مستمر الاي ان جي بتديني المستمر وفيرب تو بي. بعد ما قعدت اذاكر فور لمده 5 اورز، لمده 5 ساعات. اي ونت تو بيت،
انت ذهبت للايه للنوم ذهبت للنوم او ذهبت للفراش بس كل اللي فيها الفكره ايه ان هو ان انت بتدي بتقول ان الفعل ده تم قبل التاني بس كان مستمر شويه يبقى بيعبر ان فعل استمر حدوثه في الماضي قبل حدوث حدث اخر في الماضي استمر حدوثه في الماضي قبل حدث اي هاد بين انت ما قلتلكش التكوين هاد وبين والفعل في اي ام جي ده تكوين الماضي التام المستمر لكن الدورع بيبقى هاف بين هاف هاف وهاز هاف لو نفس الفعل برضه ام جي تمام اللي هو المضارع التام المستمر يبقى هاف وبين والفعل في ING فده يعتبر ايه حدث تم قبل ليه قبل حدث تاني في الماضي بس الايه الحدث الاولاني ده استمر شويه يبقى احنا بنقول يستخدم للتعبير عن فعل استمر حدوثه في الماضي قبل حدث اخر في الماضي البسيط مثلا لما نيجي نعرفه ساعه يمطر بعد افطر اتهاد بين رين دفور انور اتستوبت وقف وقف كده تمام اديتها هو نفس الماضي التام بالظبط بس كل اللي فيها انت بتديله ايه بتديله استمراريه بتديله استمراريه بس تمام الله يفتح انت بتديله استمراريه انما ما فيش اي حاجه ثانيه مش اي حاجه معقده فيه يعني تمام والتكوينه هاد ودين الفعل فاي ان جي تمام هو بالظبط الماضي التام بس ايه عرفت انت جبت انت مثال المطر تمام افتر اتهاد بين ريننج فور انور ات لاست في النهايه ات ستوب توقف